درنا دو تري بيل شوز هذه الاولى. قلنا في يفو كون نسوا يعني في عده محطات في عده سنوات. صراحه يعني انا جد متاثر بهذا اللقاء مع عشرات وعشرات المناضلين والمناضلات اللي لعبوا دور اساسي ومهم في مسيره حقوق الانسان. هذه فرصة بالنسبة لي يعني للقاء هذ الأصدقاء والصديقات، ولكن كذلك الإنسان باش يتذكر مناضلات ومناضلين اللي غادرونا لدار البقاء بحال سيدي سميت زكريا، سي مصطفى الإزناسني، آسيا الوديع اللي لعبوا دور أساسي في هذ المسيرة، وكذلك فرصة يعني لتسليم المشعل للأجيال الجديدة في ميدان حقوق الإنسان. يعني هو مسيرة حقوق الإنسان في الوطن ديالنا مسيرة طويلة ولازال يعني الكثير خصو يدار، وهذه فرصه يعني للمساهمه في هذا يعني المرور من جيل لجيل اخر. اشارك اليوم في هذا الملتقى اولا من اجل تكريم الاستاذ القدير دريس اليازمي الذي يعتبر مرجعا لحركه حقوق الانسان لا فقط في المنطقه العربيه بل في العالم اجمع، لما لعبه من دور في عده مؤسسات دوليه وعلى راسها الشبكه الاولى المتوسطيه للحقوق، ولكن ايضا على مستوى الفيدراليه الدوليه لحقوق الانسان والشبكه الاولى والمؤسسه الاولى المتوسطيه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان، وعرف بمساندته لكافه يعني منظومه حقوق الانسان في هذه البلدان، وشرف كبير أن أتواجد اليوم للمشاركة في هذا التكريم. كذلك ستكون هنالك ندوة حول دور البرلمانات في تعزيز ودعم حقوق الإنسان بشكل عام لما يكتسيه عملها التشريعي من أهمية بالغة في سن القوانين والتشريعات المتعلقة والمدعمة لمنظومة حقوق الإنسان على المستوى المحلي، ولكن أيضا في المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي من شأنها أن تعزز حركة حقوق الإنسان وأن تعزز منظومة حقوق الإنسان في البلدان بشكل عام وفي المغرب بشكل خاص. اختارينا موضوع دي أهمية اللي هو موضوع دور البرلمان في النهوض وحماية حقوق الإنسان، لأن كنعتبر المؤسسة التشريعية يا استباقا أو مواكبة لكل نقاش يجب أن تكون في مقدمة العمل من أجل ملائمة القوانين وتفعيل مقتضيات الدستور وملائمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية. الأدوار المهمة لهذه المؤسسة اللي كانت أدوار أخرى محورية تساهم فيها كدور المؤسسات الوطنية أساسا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لذلك اخترنا بالموازاة أن نكرم شخصية مميزة اللي هو دريس اليازمي، على اعتبار أنه على مدى تقريبا 10 سنوات ساهم في تدبير الملف الحقوقي بالمغرب وفي مواكبة التحول الذي وقع في المغرب في ملفات مهمة وفي قضايا مهمة كإصلاح منظومة العدالة، كالمسألة إصلاح المنظومة الجنائية، وكان مساهما كشخص حقيقة وكرئيس المجلس الوطني في حقوق الإنسان في إطراء النقاش العمومي حول قضايا كانت فيها جرأة، قضايا ذات حساسية.